كذلك مع ظهور المتحور الجديد اللي يعرف باسم الأوميكرون، نلفت بأن ارتفاع الحالات القائمة أمر وارد، وعلى مدى الأسابيع الماضية لاحظنا بأن هذا الفيروس بفضل من الله سبحانه وتعالى تكون أعراضه جدا خفيفة مقارنة بجميع التحورات اللي كانت موجودة سابقا، وهذه خلال فترة الأسابيع الماضية اللي لاحظنا بدخول المرضى حتى علينا في المستشفيات. والحمد لله وضعها الصحي إلى هذا اليوم مستقرة، وبعضها تكون حالات جدا بسيطة.